طيب هنكمل محاضرات الكمبيوتر جرافيكس آه، اخر حاجه اتكلمنا عليها تودي ترانسفورميشن آه، ايه تاني ممكن نقوله في الترانسفورميشن في حاجه اسمها هوموجينس آه، كوردينيتس السؤال ماذا لو كنت انا محتاجه اعمل اكتر من ترانسفورميشن على نفس الاوبجكت يعني محتاجه مثلا اعمل له روتيشن وبعد كده اعمل له ترانسليشن واعمل اكتر من حاجه فهل ينفع اعمل حاجه زي كده باستخدام الترانسفورميشن اللي هو كان في المحاضره اللي فاتت اللي هو 2 دي يعني محتاجة مثلا اللي هو الماتريكس دي بتاعت مثلا الروتيشن كده هنا كوزين وهنا ساين وهنا, وهنا صفر وهنا صفر مش ايه ده صفر اصلا هنا هنا كوزين وهنا ساين وهنا ساين وهنا, وهنا كوزين كده دي بس الاجابه لا لو انا عايز اعمل روتيشن وعايزه اعمل ترانسليشن ممكن ان انا اضيف ال تي اكس هنا واضيف هنا ال تي واي تي اكس وهنا ال تي واي يعني ممكن اعمل الترانسفورم الروتيشن والترانسليشن في واعمل لهم في ماتريكس واحده فهي دي فكره الهوموجينس كوردينيت ان انا عايزه احل الفكره طبعا انا لما اعمل مضرب اتنين ماتريسيز ولا ان انا اضرب يبقى معايا ماتريكس واحده اكيد طبعا لو عندي ماتريكس واحده بيبقى اسرع وافيشنت اكتر يعني فعشان اعمل حاجه زي كده مبدئيا بس هبدا أه 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 ان انا اعبر عن كل الاوبريشنز ال بان هي تبقى 3 دي يعني لو انا عايزه اعمل 2 دي ترانسفورميشن اخلي الترانسليشن على هيئه 3 دي مش 2 دي طب لو انا عايزه اعمل 3 دي ترانسفورميشن هيبقى الماتريكس بتاعتي 4 دي اللي بيحصل ايه بقى ان انت هنا بتحط التي اكس ال والتي واي وبتضيف آه مثلا صف جديد صفر صفر واحد بس طبعا عندك يبقى واحد جيت مثلا عندك في الكوزين هتضيف صف جديد وهنا اصلا واحد اتنين تلاته واحد اتنين تلاته تلات ثلاث صفوف تيجي في في الروتيشن آه صف اتنين تلاته والروز صف اتنين آه عمود واحد اتنين تلاته فتضيف هنا صفر صفر واحد وهنا صفر صفر واحد هو اللي بيحصل دلوقتي ان انا بحاول اخلي الترانسفورميشن اللي انا متعوده عليه اعمل له اعمل له روتيشن على هيئه 3 دي ماتريكس ماتريكس 3 في 3 علشان لو احتجت ان انا الروتيشن ده اخليها ماتريكس واحده بتعمل روتيشن وترانسليشن يبقى في مكان هنا احط تي اكس وهنا مكان احط تي واي ف فكل كل الاوبريشنز او الترانسليشنز اخلي الترانسفورميشن اخليها 3 دي هلاقينا يعني مثلا اس اكس واس واي كان المفروض اقف عليهم اس اكس لا عملت صفر صفر واحد وهنا صفر صفر واحد ضفت صف جديد وعمود جديد عشان لو عايز اعمل ترانسليشن او حتى لو عايز اعمل آآ روتيشن آآ هي دي الفكره بتاعت الهوموجينيك كوردينيت ان انا ببدا ريبريزنت الترانسفورميشن ك3 دي ماتريكس بحيث ان انا اضيف صف جديد وعمود جديد هنا صف جديد وعمود جديد كله صفار وحي صفار والحته دي بس هي اللي واحد هنا صفار وهنا صفار ودي واحد ودي صفار وواحد ودي هتحط هن... فيها تي اكس وتي واي أم... لو حاولت تعمل تريسنج ليها هتلاقيها تمام زي ما احنا عايزين طبعا في الترانسليشن عندي الاكس نوت بيساوي الاكس زائد تي اكس فلو ضربت الصف ده في ده هيديني <applause> X زي اكس زائد تي اكس واحد في اكس باكس صفر في واي بصفر وتي اكس في واحد بتي اكس طبعا هتلاحظ ان انا هنا ضفت واحد برضو في الاكس ون والاكس بار والواي بار والاكس واي اللي قديمه برضو بحط لها واحد هنا واحد وهنا واحد هنفهم دلوقتي بعد التريسنج كده انا جبت الاكس كده الاكس بار بيساوي الاكس زائد تي اكس طيب عايز اجيب الاكس الواي بار هيبقى اضرب الصف ده في العمود ده اللي هو صفر في إكس بصفر، 1 في واي بواي، والتي واي في واحد بالتي واي، إديني واي زائد تي واي، اللي هي الواي برة اللي عايزاه. الواحد دي عبارة عن ضرب ده في ده اللي هو صفر في إكس بصفر، صفر في واي بصفر، واحد في واحد بواحد، تمام؟ وهكذا طبعاً بالنسبة لهنا. ما فيش حاجة خالص، الموضوع سهل أو بسيط يعني ما فيهوش تعقيدات. أحاول احاول التر... احاول الترانسليشن والروتيشن والسكيلينج لماتريكس 3 في 3 بحيث ان أه... 0 صفر واحد 0 صفر واحد وهنا 0 صفر واحد 0 واحد. تمام طيب طبعا عندي شكل الماتريكس تاني بشكل تاني أه... بيقول لك المزايا الهوموجينيوس ان انا كده يعتبر عندي يونيفايد فريم ورك او شكل شكل ثابت لكل ال... لكل الاوبريشنز كلهم 3 في 3 سواء كنت بتعمل ريفليكشن او بتعمل شيرنج او اي حاجه كلها 3 في ثلاثه وبقدر ان انا اكونكاتينيت العديد من الترانسفورميشن في ماتريكس واحده هنشوفها دلوقتي وطبعا لو انت بتعمل 3 دي يبقى تبقى الماتريكس بتاعتك 4 4 في 4 طيب ماشي خليني اخد مثال او ان انا اشوف بالتفصيل شكل مثلا 2 دي سكيلينج المفروض ان السكيلينج ان الاكس بار بتساوي اكس اس اكس والواي بار بتساوي واي اس واي عايز اشوف الماتريكس بتاعته أه هلاقي ان ممكن اعمل كده اكس بار واي بار واحد وهنا اس اكس اس واي واحد وصفر صفر 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 صفر, صفر, صفر. هنا اكس واي واحد أه لو عملت لها تريسنج هلاقي اس اكس مضروبه في الاكس تبقى اكس في اس اكس وبعدين صفر باي بصفر وبعدين صفر واحد بصفر هيبقى اكس اس اكس اللي هي دي بعدين الواي بار وهكذا يعني الواي بار هتساوي ضرب الصف ده في ده اللي هو 0 في اكس و اس واي في واي و 0 في 1 هتديني واي اس واي اللي هي دي طيب خلينا ناخد سؤال بيقول لي آه انا عايزة اعمل سكيلنج بالفاكتور اللي هو 2 و 2.5 2 في الاس اكس و 0.5 في الاس واي للنقطه 1 آه و 4 عايزه اجيب الاكس الاكس كده والواي كده فالاكس كده والواي كده 1 بتساوي 1 4 0 اللي هي الاكس واي وواحد سوري 1 4 1 اللي هو الاكس واي وبعدين تضيف دا واحد هنا ده واحد كده منضفه اوتوماتيك آه, وبعدين احط في الاس اكس القيمه بتاعتها اللي هي 2 والاس واي احطها هنا واضرب واجمع هيطلع لي تعالى اعملها تريسنج دي في دي آه, او ممكن اصلا نسميها اس اكس في اكس اللي هو 2 في 1 في 2 اللي هو انا همشي كده آه, اكس في اس اكس على اساس ان دي تتضرب آه, في دي وبعدين دي تتضرب في دي او ممكن اعمل تريسنج عادي 2 في 1. ب 2 زائد 0 في 4 زائد 0 في 1 هيديني ايه؟ 2 دي الاكس الجديده بايه؟ ب 2 لو عايز اجيب الواي جديده هبقى اضرب الصف ده في العمود ده اللي هو 0 في 1 نص في 4 0 آه في 1 هيبقى نص في 4 ب 2 هيبقى الإكسج. الواي الجديده بايه؟ ب 2 ده يعني مثال لو عايز اعمل شيرنج آه وريبريزنت الماتريكس بتاعتي آه لو انا بعمل شيرنج في اتجاه الاكس <applause> طبعا احنا اتفقنا ان الشيرنج ان انا بحول شكل أه بعمل له تشويه او ان انا بحوله لشكل تاني. طبعا ممكن الشكل التاني يكون زي مثلا ده سكوير يبقى جرام اللي هو متوازي اضلاع يبقى ان انا شديته من طرف واحد والقاعده فضلت ثابته فلو فرضنا ان الشيرينج آه الشيرنج, أه الشيرنج أه في اتجاه ليس كاب 2 عبر عن الماتريكس ازاي آه واحد 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 صفر 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 صفر, صفر ده, ده دايما ثابت في معظم الترانسفورميشن ومختلف بس في الـ في الترانسليشن لكن كله هنا 001 001 في uh, okay? الـ Rotation واحد في روتيشن Shearing والـ والـ أوكي؟ الـ هنا بقى هنا دلوقتي الـ ده الـ Shearing وده Shearing Y، Shearing X قيمة Shearing لما ميتها ليش يبقى أوكي؟ okay? فقيم الـ y لا تتغير في الاكس X Direction أو في X direction. وحاولت انفذ انفذ الاوبريشن دي عشان اجيب الشكل الجديد آه هلاقي ان الصفر هتتحول لصفر والواحد والصفر هتبقى واحد وصفر ودي صفر واحد تبقى اتنين وواحد ودي واحد هتبقى تلاته وواحد. طيب لو هنا بيقول لي آه لو انا بقى مش معايا ده آه مربع لو انا معايا آه ماشي آه مربع بـ 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 باحداثيات تانية نفس الاحداثيات طيب مربع بالاحتساب بتاعته صفر وصفر واحد وصفر واحد وواحد وصفر واحد عايز اعمل له شيرينج في الاتجاه الاكس باتنين وما قاليش انه اعمل شيرينج في اتجاه الواي طيب لو عايزين نعمل لها تريسنج بالظبط بيقول وين شيرنج از ابلايد اون بوس دايركشنز زين زي ماتريكس ويل بي 0 طيب لو عايز اعمل تريسنج للسؤال ده بس انا عايز اعمل شيرينج اكس اللي هو ده اللي طلع لي هنا هو لو صفر واحد واحد 0 لو ده نفس المثال يبقى هيطلع لنا A بار بي بار سي بار دي بار دي بار والقيم بتاعته هي دي عشان اعرف دي جت ازاي انا لو حطيت هنا في المعادله بتاعتي ان الاس اكس دي باتنين اوكي اتنين وهنا الإكس والواي، خلينا ناخد مثلا النقطة أه... أه... صفر وواحد، تمام؟ نقطة صفر، صفر، وواحد، وأضيف لها هنا واحد طبعا عشان أنا دلوقتي في الهوموجينيس. أوكي؟ okay. وعايزة أجيب الإكس الجديدة، والواي الجديدة، والواحد. ده اللي إحنا إيه بس جديد كده، بيساوي هعمل ايه خلينا نمسح كده آه. اوكي هضرب الصف ده في العمود ده عشان اجيب الاكس بور فالاكس بار او الاكس الجديده يعني اللي هي النقطه دي اللي هي مقابله للنقطه دي كده مش عارفه ليه مش عارفه عم بس ما فيش مشكله اهي دي النقطه الجديده الاكس بار هيساوي اضرب الصف ده في العمود ده معايا واحد هيتضرب في صفر بصفر اتنين في واحد باتنين صفر هيطلع باتنين تمام الواي بار الجديده هتساوي ضرب الصف ده في العمود ده معايا صفر في صفر وبعدين واحد في واحد وبعدين صفر في واحد اديني واحد يبقى الواي الجديده بكام؟ بواحد فالنقطة ف النقطه تطلع 2 1 عشان كده دي كانت 0 1 0 و1 طلعت 2 و1 او النقطه دي اللي هي دي طلعت هي دي طبعا ممكن اجرب ده على الاربع ايه آه الاربع نقط آه ده الشيرينج في اتجاه الاكس بمسح ما بيكونش عندي آه الشيرينج في اتجاه هو بيبقى بزيرو واضرب واجمع واطلع الايه الحاجه دي طيب آه طيب لو أنا معايا أبوليجون ويز بيرتيسيز كذا وكذا وكذا أربع حاجات طيب نفس النسخة ولا إيه زيرو, زيرو واحد زيرو واحد واحد سفر واحد أه بيرفورمز ذا فولوينج ترانسفورميشن اند كالكوليت ذا ريزلت أوف شيرينج في إكس الاكس كذا followed باي شيرينج باتجاه الواي بكذا وبعدين أه اعمل شيرينج بايه بكذا يعني أه هنا حل السؤال ده ايه وبيه السؤال ايه بيقول لي اعمل شيرنج شيرنج في اتجاه الاكس وبعدين شيرنج في اتجاه الواي الناتج بتاعه اعمل له شيرنج في اتجاه الواي والسؤال الثاني اعمل لي اكس وواي مع بعض اعمل شيرنج في اتجاه الاكس والواي مع بعض في نفس الماتريكس وشوف ايه هل في اختلاف ولا ايه. طيب انا دلوقتي معايا اكس بار قصدي اي وبي وسي عايز اجيب الاي الجديده والبي الجديده والسي الجديده والدي الجديده الاي الجديده اكس بار واي بار واحد وهنا اكس بار واي بار واحد وهنا اكس بار واي بار واحد ودي ان تبقى آه آه يعني x y واحد هنحط يعني قيمة الاكس القديمة اللي هي صفر وصفر، نحط هنا صفر وصفر تمام؟ واحد، وبالنسبة للبي هنحط قيمة الـ, الـ, B الـ B هنا اللي هي ايه يا رب؟ 1 0 1 0 و 0. آه واحد صفر يبقى واحد صفر واحد صفر واحد. بعدين دي الـ c واحد واحد يبقى اعمل 1 1 آه واحد واحد واحد. والأرقام دي غريبة واحد واحد واحد. طيب هعمل هنا ايه؟ شيرينج في الاتجاه الإكس هيبقى شكلها عامل ازاي؟ لو انا بحل الاليمنت رقم ايه اللي هو أول سؤال، هعمل شيرينج في الاتجاه الإكس، شيرينج في الاتجاه الإكس باتنين يعني النقطة دي باتنين، الشيرينج إكس باتنين والشيرينج واي 0 هضرب وجمع هيطلع لي صفر صفر واحد، هنا برضه هضرب وجمع هيديني صفر واحد صفر واحد، وهنا برضه هضرب وجمع هيديني ثلاثة واحد، ولو عملت في الدي هيطلع لي واحد. طيب. عايزه اللي انا جبته ده اللي هي الاي بار والبي بار والسي بار والدي بار اعمل عليهم شيرنج في اتجاه Y. يبقى معايا هيبقى معايا الاي بار بار تساوي الاكس بار بار والواي بار واحد واحط له هنا قيمه الاكس بار سوري الاي بار اللي كانت عندي اللي هي مثلا هنا كانت صفر صفر واحد تمام هيطلع لي احط هنا صفر في الحته دي صفر صفر واحد طيب ال 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 البي بار كانت ايه؟ 1 0 1 يبقى اجي هنا اعمل 1 0 1. طب السي بار اللي هي 3 1 السي بار اللي طلعت لي هنا طلعت لي 3 1 يبقى انا احط هنا 3 1. والدي والبي بار كانت 2 1 يبقى احط هنا 2 1. والشيرنج ماتريكس تبقى عامله ازاي؟ الشيرنج ماتريكس بما ان انا اعمل شيرنج في اتجاه الواي هيبقى الشيرنج اكس ب 0 والشيرنج واي ب 3 زي ما هو قايل لي هو قايل لي هنا في السؤال اعمل شيرنج واي ب 3. فأروح أنا جايبة هنا حط تلاتة 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 وأضرب وأجمع أطلع إن الـ A الجديدة أو الـ A بار بار الجديدة اللي هي إيه صفر صفر والـ B اتنين بار عبارة عن واحد تلاتة وهكذا يعني الـ, الـ C بار بار يعني يعني الـ C بعد ما عملت لها إكس إكس شيرنج وبعدين واي شيرنج وبعدين دي هتبقى تلاتة وعشرة ودي اتنين يعني وسبعة أعتقد اتنين وسبعة طيب فممكن نتأكد من السبعة دي كده السبعة دي جت نتيجة إن أنا ضربت ده في سوري هيبقى آه، تلاتة آه، تلاتة اتنين بستة والواحد واحد بواحد يبقى سبعة يبقى دي اسمها سبعة اوكي ودي سبعة يبقى النقطة دي اسمها اتنين وسبعة السي ال الجديدة آه، الدي الجديدة المفروض المتوقع يعني ان انا لو عملت شيرنج في اتجاه الاكس وشي وبعدها شيرنج في اتجاه الواي يعني طلع لي نتائج لما تعمل شيرنج في اتجاه الاكس والواي في نفس في, في, نفس الماتريكس يطلع لي نفس النقط 0 0 و1 3 و3 1 و3 10 و2 7 لا لو جربت اعمل البي وعملت شيرنج ماتريكس بحيث اللي هو مديهولي وهنا بيقول لي اعمل لي سيمولتينيوس اكس واي شيرنج بحيث ان الاي بكذا او الشيرينج اكس باثنين 2 والشيرنج واي بثلاثه 3 هعمل الماتريكس تحت 2 و3 واجرب على كل نقطه هيطلع لي نقط ثانيه خالص أه لو جربنا نعمل كده ديليت او نقطة في الدنيا النقطه اللي هي الاصليه 1 0 0 1 1 1 0 1 النقط اللي هي دي انا كده هنا وانا هنا مش هفترض ان انا عديت على السؤال ده خالص فانا اعتمدت على النقط اللي هي 0 0 1 0 1 1 0 1 هاجي هنا حلو الاقي هي 0 0 1 0 و1 1 0 1 عايز اجيب الاي والبي والسي والدي الجداد دول القدام هيبقى الماتريكس بتاعتي 2 3 2 3 2 3 2 3 خلاص والباقي كل صفر واحد. آه هضرب واجمع يطلع لي صفر وصفر واحد وتلاته تلاته واربعه اثنين وواحد. تمام؟ لان لو ضربت الاثنين دي عشان اجيبها عندي واحد في صفر بصفر، اثنين في واحد باتنين صفر واحد يطلع باتنين. طيب تلاته تلاته في صفر بصفر، واحد في واحد بواحد صفر وكذا يطلع لي واحد، النقطة دي اثنين وواحد مش اثنين وايه؟ وسبعه. صح كده؟ طيب ااا آه، 3 و10، طلع لي 3 و10 جرب 3 و4 اتاكد من الاربعه دي ان هي مش 3 في 1 ب 3، ال 1 في 1 ب 1، 3 و1 اربعه. اوكي؟ فالشيرنج في اتجاه الاكس وبعده شيرنج في اتجاه الواي مش هو هو شيرنج في اتجاه الاكس والواي في نفس الوقت. اوكي؟ طيب في حاجه اسمها كومبوزنت ده اللي انا بتكلم عليه ان انا عايزه اعمل اكتر من حاجه ااا آه، يعني كنت بعمل هوموجينيوس علشان <applause> عشان اجهز نفسي ل ان انا اعمل روتيشن وبعد ترانسليشن او كده في نفس المساله. آه احنا هنا المسألة اللي فات كنت بعمل شيرنج وبعده شيرنج، هنا هعمل آه مثلا روتيشن وبعد ترانسليشن ترانسليشن بعدها سكيلنج كده. فانا بعمل سيكونس اوف ترانسفورميشن ولنفرض الترانسفورميشن الاولاني A1، A2، A3 آه اللي بيحصل ان انا آه بعمل ماتريكس مالتي يعني انت بتشوف الماتريكس بتاع ترانسليشن uh, شكلها عامل ازاي وتكونها وبعدين تعمل ماتريكس بتاع المالتيبليكيشن سوري بتاع الروتيشن عامله ازاي وتكونها وبعدين بتحطهم جنب بعض بحيث طبعا uh, ان ال ان انا بشتغل من اليمين للشمال يعني من اليمين للشمال يعني هو لو طلب مني لو سمحت اعمل ترانسليشن على اوبجكت معين وبعدين اعمل روتيشن يبقى انا ساعتها اعمل الصوره النقطه كده ال الاكس القديمه والواي والواحد وأعمل هنا الماتريكس بتاع الترانسليشن. وبعد كده الماتريكس بتاع الروتيشن. وده هيساوي الماتريكس هيساوي الإكس والواي الجداد. ولما أجي أضرب الماتريسيز دي الإكس بار أو الإكس داش والواي داش والواحد. علشان أحسب الفاليوز في الآخر لما أجي أضرب الماتريكس دي كده ما بضربش كده دول الأول والناتج أضربه هنا، لأ. بضرب من اليمين واضرب دول في بعض يطلع لي ماتريكس واحده والناتج بتاعها مضربه في يعني بعمل من اليمين للشمال خلاص كده فالترتيب مهم ترانسفورم في الترانسفورم اوردرز اوردر ماتر اوردرنج ماترز يعني الترتيب يبقى مهم الماتريكس مالتيبيكيشن از نوت commutative. يعني ما تقوليش مثلا انت عامل موضوع ليه انا اعمل روتيشن وترانسليشن هي روتيشن وبعدين ترانسليشن لا اوكي مش زي بعض يعني الماتريكس دي بتاعت ترانسليشن ودي الماتريكس بتاع الروتيشن آه لو حطيت دي مثلا على الشمال وبعدين دي على اليمين مش هي, هي لو حطيت دي على اليمين ودي على الشمال آه عكست يعني آه اوكي طيب خلينا مثلا نشوف كده مثال ولا ايه هو انا بديك مثلا مثال خلينا ناخد المثال اللي بعده او اوضح لو انا عندي مثال زي كده وهنا بيقول لي اعمل روتيت ب 90 درجه وبعدين اعمل ريفليكشن انا معايا اوبجكت اللي هو بالمنظر ده اللي خمسه خمسه آه ااا خمسه مش عارفه ايه كذا كذا بيقول لك ااا آه اعمل له ريفليكشن الاول ولا اعمل له ايه ده هيعمل له روتيت آه لو عملت له روتيت ب 90 هتحط هنا كوزين 90 سالب ساين 90 ساين 90 كوزين 90 لو جيت تحسبها هتلاقيها بصفر واحد سالب واحد صفر تمام هي كده طيب آه فتضرب الماتريكس دي ضربها في سالب واحد في, في الماتريكس دي هيديك في الاخر ان دي كلها مثلا سوال تمام بعدين تاخد ال, ال الناتج ده طبعا احنا هنرسمه ده ناتج الروتيشن تمام هيبدا ياخد الاوبجكت ده اللي هو حصل له روتيشن اللي هو ده هيجيبه هنا كده ده هو اللي هيبدا يشتغل عليه تمام ويطبق عليه الريفلكشن ماتريكس والرفلكشن هنا في اتجاه الواي يعني هيخلي الاكس بكام سالب إيه؟ اهي وهيضرب ويجمع يطلع له الاوبجكت ده اللي هو مثلا لو رسمناها هيبقى الآر اللي هي باللون الاحمر دي تمام؟ طيب ماشي افرض بقى انا طلبت منك تعكس الاوبريشن اللي هي تخلي في ريفلكشن حوالين الواي وبعدين بتردد حوالين 90 هعمل ايه؟ أمسك الاوبجكت الاصلي اللي هو كله موجب كده اللي هو ده اهو ده واضربه في الماتريكس بتاع reflection اللي هو سالب واحد هنا وواحد هنا آه عشان انا بعمل ريفليكشن حوالين الواي واضرب هيطلع لي هنا ايه سوالب تمام بعدين تاخد الاوبجكت ده بعد ما اتكون بعد ما عملت له اللي هو هنا مثلا آه اللي هو ده ده الاوبجكت الاصلي وده لما عملت له هاخده واضربه في ماتريكس بتاع الروتيشن من 90 اللي هي 0 1 1 0 هيطلع لي في الاخر الاوبجكت ده طبعا الاوبجكت ده اللي هو باللون الاحمر بعد الروتيشن مش هو هو الاوبجكت لما اتحط هنا تمام كده فالترتيب في الماتريسيز مهم هو شوف السؤال بيقول لك ايه بيقول لك روتيت زين ترانسليت يبقى هتروتيت الاول وبعدين هترانسليت تضرب الاكس واي في الروتيت وبعدين هتضربها في الترانسليت لو هو كان عايز ترانسليت يعني بعد الروتيت طيب هنا بيقول لي ترانسليت اسكوير اي بي سي دي بالاحداثيات دي باي تو يونتس ان بوز دايركشن يعني تي اكس بتساوي 2 والتي واي بتساوي 2 اند زين سكيل ات باي 1.5 يونتس ان اكس دايركشن ونص يونتس ان واي دايركشن وقول لي الاحداثيات بتاع الاوبجكت الجديد عامله ازاي او بلوجن جديد طيب انا دلوقتي لو عايزه اعمل اضيف تي اكس ب 2 وتي واي ب 2 في الحاجات دي يبقى اضيف هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 و2 2 و2 2 و2 من غير ما ترسيز يعني يبقى عندي النقط دي بقت 2 و2، دي, يعني دي بقت 5 و2، دي بقت 5 و5، دي بقت 2 و5، أهي. أعمل الترانسليشن اول وبعدين اللي أنا الناتج بتاع الترانسليشن ده أعمل له سكيلينج. انا عايز أعمل سكيلينج الأوبجكت ده بحيث إن الـ 1 ونص في الـ إكس ونص في الايه في الواي. واي. أضرب لي الـ 2 ده في 1 ونص هيطلع 3. أضرب لي الـ 2 في نص هيطلع ب 1. الخمسة ضربها في واحد ونص هيطلع سبعة ونص. الاثنين ضربها في نص هيطلع لك واحد. الخمسة ضربها في واحد ونص سبعة ونص. الخمسة في نص هيطلع لك اثنين ونص. وهكذا. طيب. ده دي, دي فكرة الـ الـ Composite Transformation. إن, إن لازم تعمل بالترتيب لأن الترتيب بيفرق وبعدين الترتيب بيحصل ايه بقى ان انت معاك نقط بتعمل لها الاوبريشن الاوليه والناتج بتاع الاوليه بتدخله على الثانيه وتشتغل تمام هنا بقى بيقول لي ماجنيفاي ذا تراينجل ويز كذا تويس اتس سايز وايل كيپينج 5 و2 فيكسد أم... اوكي هو لو عايز يعمل سكيلينج ماجنيفاي يعني سكيل توايس uh, يعني ضعف الحاجه خلاص فيضرب الحاجه في اثنين صفر وصفر صفر صفر في اثنين بصفر صفر وصفر بصفر في اثنين بصفر هنا الواحد في اثنين باثنين والواحد في اثنين خمسه في اثنين بعشرة واثنين في اثنين اه باربعه ده السكيلينج بيقول لي وايل كيبنج ال 5 و يعني انا عايز اخلي ال 5 تبقى سالب ساعتها اضطر ان انا اطرح خمسة واثنين من كل النقط تمام آه ف هيبقى معايا هنا سالب خمسة وسالب اثنين وهنا هيبقى معايا سالب ثلاثة وصفر وهنا هيبقى معايا خمسة واثنين يعني هتفضل زي ما هي يعني النقطة دي اهي دي كده هطرح منها خمسة واثنين اللي هي دي هيطلع لي خمسه وتطلع تطلع زي ما هي، يبقى انا كاني عملت سكيلنج وترانسليشن بس النقطه دي فضلت زي ما هي. ده معنى كلمه وايل كيبنج اوبجكت نقطه معينه فيكسد، يعني دي اعمل كل البوينتس ترانسليشن ليها بس بالسالب. خلاص؟ هاجي عند النقطه صفر وصفر هعمل لها سالب خمسه وسالب اتنين هتبقى صفر ناقص خمسه وصفر ناقص اتنين، هيبقى سالب خمسه وسالب اتنين. الاتنين واثنين، الاتنين ناقص خمسه والاتنين ناقص ناقص بصفر. الاثنين ناقص بس خمسة بسالب ثلاثة. تعالى بقى عند العشرة، عشرة ناقص خمسة بخمسة والاثنين ناقص اثنين بأربعة، أربعة ناقص اثنين باثنين، تمام؟ طيب. ده مثال برضو للكومبوزيت ترانسليشن، طبعا أنت ممكن تعمل كومبوزيت ترانسليشن ده بماتريسيز، يعني لو أنا هنا مثلا عندي كده المثال ده ممكن أكتب كده النقطة اللي اسمها A بار A بار اللي هي الإكس والواي بتاعتي هتساوي انا عايز اعمل ترانسليشن وبعدين سكيلنج يبقى هعمل هنا الماتريكس بتاع السكيلنج واعمل هنا الماتريكس بتاع الترانسليشن واعمل هنا البوينت القديمه بتاعة الايه اللي هي مثلا صفر وصفر اعمل هنا صفر وهنا صفر وهنا واحد وال يعني لو انا عايز اعملها مالتبليكيشن مش بمجرد النظر كده يعني الترانسليشن ماله؟ اتنين يونتس مش عارفه ايه فيبقى عندك هنا اتنين. هنا اتنين هنا واحد هنا صفر هنا صفر, صفر. واحد واحد صفر صفر المثل بتاع الترانسليشن وبعدين السكيلنج ال 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 هيبقى ال اكس بواحد ونص آه صفر صفر وال واي بكذا يبقى صفر هنا نص ودي صفر وبعدين دي صفر صفر واحد ساعتها هضرب دي في دي واطلع ناتج اطلع لي واحده وبعدين ادخلها في دي يعني الناتج بتاعها اضربه في الايه في السكيلينج ماتريكس خدتوا لكم ان هو عملت ترانسليشن سكيلينج انا عملت سكيلينج ترانسليشن يعني كاني بعمل ايه ترانسليشن زي ما هو عايز كذا بس من اليمين للشمال وبدات من الشمال هبدا بالعكس اللي هو كده بس هو في العموم يعني انا بكتب من اليمين يعني بكتب الاكس والواي القديمه وبعدين الماتريكس اللي هو عايزها وبعدين الماتريكس الايه اللي بعد كده للاكس بار والغير. طب عايزين نجربها نتاكد ان مثلا بعد ما خلصت الدنيا دي كلها يبقى لقيت جديده آه مثلا بتلاته وواحد نتاكد. آه هضرب الماتريكس دي في الماتريكس دي. آه واحد كده مش عايزين نعمل علامه عايزين نعمل كده. آه ده في ده طبعا صفر يعني في هنا صفرين فاضل هيطيروا هنا اثنين آه في واحد باتنين دي هتطلع باتنين. بعدين ده هضربه في ده. يبقى معاك صفر هيترمى على سفر واحد صفر صفر اتنين في واحد باتنين دي هتبقى اتنين في اتنين اتنين واتنين بعد الترانسليشن الماتريكس آه عندك هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله ازاي؟ آه هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى كده اتنين اتنين واحد نقطة جديدة بقى بعدين هتضرب فيها الماتريكس بتاع الترانسليشن اللي قصدي اللي هو واحد ونص احنا قلنا بقى نضرب دول في بعض والناتج بتاعهم هندخله على دي انا عندي جبت الناتج بتاعهم اهو هدخله بقى على دي تمام واحد ونص وبعدين صفر وبعدين صفر وبعدين مش عارفه ايه صفر هنا نص بعدين صفر بعدين واحد صفر صفر هضرب برضو واجمع لازم يطلع لي تلاته واحد الرقم ده في ده واحد ونص في اتنين مش عارفة بكام تقريبا تلاتة ونص ولا إيه يعني هو الرقم يبقى قده مرة بعدين نص يبقى تلاتة ماشي واحد ونص في اتنين بتلاتة آه وبعدين يعني ال صفر وصفر هتضربه في اتنين واحد يبقى كذا فالإكس الجديدة دي هتبقى بتلاتة يبقى تلاتة طيب. أه هضرب برضو ده كده في ده هنا صفر هتضرب في اتنين والصفر هتضرب في واحد ونص هتضرب في اتنين نص في اتنين بواحد يبقى معايا نقطة اسمها اتنين واحد ده لو انت عايز تعمل الماتريكس تعمل الكومبوزيت ترانسفورميشن على هيئة ماتريسيس أتمنى طبعا ان هي تبقى واضحة يعني اوكي طيب نخلص بقى من ده كده عايزين نحل برضو بطريقة يبقى مسألة تانية كومبوست ترانسفورميشن اكزامبل بيقول لك مثلا لو انت عندك نقطة اسمها 2 و6 اعمل لها سكيلنج 3 من 10 و3 من 10 وبعدين اعمل لها روتيشن بسالب 90 وبعدين اعمل لها ترانسليشن ب 5 و1 تمام فممكن نعملها واحدة واحدة بما ان هي نقطة واحدة يعني فبعمل ايه لو انا عايز اعمل سكيلنج واضرب ب 3 من 10 و3 من 10 فعندي ال ال الاثنين هضربها في 3 من 10 هيطلع 6 من 10 ال 6 هضربها في 3 من 10 هيطلع 1 و8 دي كده النقطة الجديدة بعد السكيلينج دي اللي هشتغل عليها بعد كده النقطة دي عايزة أعملها روتيشن مثال التسعين طبعا احنا لو ما عملناش على ماتريكس فالماتريكس الماتريكس كانت بتقول اكس كوساين اكس سوري اكس كوساين سيتا ناقص ساين uh, كوزين, uh, ساين سيتا ناقص واي ساين سيتا اكس كوساين سيتا ناقص واي uh, ساين سيتا فالاكس بستة من عشرة كوزين ثيتا اللي هي كوزين سالب 90 اللي هي صفر ناقص الواي اللي هي 1 8 مضروبه في ساين سالب 90 اللي هي سالب 1 فتضرب وتجمع يطلع لك 1.8 هنا تضرب وتجمع يطلع لك ب 6 عش... سالب 6 من 10 دي جبناها منين اللي هو اكس سالب اكس ساين ثيتا زائد واي كوزين ثيتا تمام؟ درول بتاع الماتريكس يعني يطلع لك سالب 6 من 10 تاخد بقى الناتج بتاع الروتيشن تدخله على سكيلينج يعني هتجمع عليه 5 و1 دي هت الاكس هتجمع عليها 5 والواي هتجمع عليها 1 بعد ال بعد ما كانت 1 و هتبقى 6 و8 وال6 من 10 سالب 6 من 10 تجمع عليها 1 هتبقى 4 من 10 يبقى النقطه الجديده اسمها 6 و8 و4 من 10 اللي هي الاكس والواي الجديده يعني قدامك طرق كتير عايز تعملها كده عايز تعملها ماتريكس براحتك يعني أه... هو ما قالش حاجة بس هو مديني بس مثلث ومديني إحداثيات التعامد دي واحدة 3 أربعة مش عارفة كام مديني الأرقام مثلا بالظبط هي مش واضحة بس هي أرقام بالظبط وبعدين قال لي إحنا أنا عملت إيه في الأوبجيكت ده عشان يبقى كده أنا عملت كذا حاجة أول حاجة عملت له ترانسليشن عملت له هنا سكيلينج فرحت كان مثلا كبير وصغرته صغرته في اتجاه الاكس كبرته في اتجاه الاكس كان دي صغيره كبرت ايه والواي صغرت فدي نص اعتقد يعني دي نص ودي واحد ونص وبعد ما عملت سكيلنج عملت ريفليكشن يعني هي كانت باصه لفوق يعني كانت باصه لفوق وصغرت بعدين انا رحت اعكسها فاتعكست وايه وهي لسه هنا عند محور الاصل عند عند نقطه الاصل بعد كده عايز اعملها ترانسليشن عشان تطلع لفوق شويه أعمل ايه مش عارفه ايه ديان واثنين تمام طيب ده ال ال ده مثال يعني ده انا عملت ترانسليشن وبعدين ريفليكشن وبعدين أه... سكيلينج لا سوري سكيلينج ريفليكشن ترانسليشن فسكيلينج ريفليكشن ترانسليشن النقطه ده عملت لها سكيلينج وضربتها في ماتريكس على سكيلينج والناتج عملت له ريفليكشن ضربت في ماتريكس على ريفليكشن والداتا ضربته في ماتريكس على ترانسليشن طيب في حاجه اسمها سكسيسيف ترانسليشن يعني ايه ترانسفورميشن يعني مثلا ممكن اقول لك اعمل ترانسليشن للاوبجكت ده مقدار 2 وخمسة 5 2 في الاكس وخمسة 5 في الواي وبعدين اعمل له ترانسليشن بمقدار 3 و4 فهل المفروض ان انا اعمل ماتريكس ماتريكس بتعمل ترانسليشن وبعدين اضربها في ماتريكس بتعمل ترانسليشن ولا ممكن ادمجهم الاثنين في ماتريكس واحده ده اسمها سكسيسيف ترانسليشن يعني سكسيسيف ترانسفورميشن اليوم نفس النوع يعني ااا لو حصل وعملت ااا جبت الماتريكس بتاعه الترانسليشن اللي بتعمل مثلا تي اكس 1 وتي واي 1 وماتريكس الثانيه بتعمل ترانسفورميشن تي اكس 2 تي واي 2 ضربتها وجمعتها يطلع لك كده ان الجزء ده يبقى فيه تي اكس 1 بلس تي اكس 2 وهنا تي واي 1 بلس تي واي 2 يعني لو بتعمل سكسيسيف ترانسليشن ده معناه انك مش محتاج اثنين ماتريسيز انت محتاج ماتريس واحده بس تجمع الاثنين اللي هو كان نقطه اسمها 5 و2 و3 و4 تجمع ال5 مع ال3 وال2 مع ال4 يعني تجمع الاكسات مع بعض تحطها في صف واحد والواد مع بعض هل ناخد مثال ولا مش موجوده مثال؟ اه في مثال هو كويس ولا تو سكسيسيف ترانسليشن ار ابلايد تو ذا بوينت 1 و5 وذا ترانسليشن فيكتورز 3 و2 وبعدين سالب 2 و1 يعني عندي نقطه اسمها 1 و5 عملت لها ترانسليشن ب 3 و2 وبعدين عملت لها ترانسليشن بسالب 1 و2 تفتكر الاكس الجديده والواي جدا, جدا بكام اكتب اكس واي اكس بار واي بار 1 وهنا الاكس القديمه واحد اكس واحد واحط هنا الترانسفورم ممكن احط اثنين ماتريكس وممكن احط واحده بس احنا اتعلمنا ان احنا ممكن نحط واحده فالواحده دي هتبقى بناء على ايه ان انا احط هنا التي اكس التي اكس وهنا التي واي التي اكس دي تبقى عباره عن جمع الاكس دي مع الاكس دي اللي هو 3 ناقص 2 هيديني 1 وبعدين 2 اجمعها مع دي هيديني 3 فانا اعمل ماتريكس واحده فيها مجموع ترانسليشنز مع بعض واضرب واجمع هيطلع لي الاكس كده ب2 والاكس الواي كده ب8 اضرب ده في ده يديني الاكس جي ده واضرب ده في ده يديني الواي جي اوكي طيب افرض مثلا عندك تو سكسيسيف ترانسليشن طبعا كل حاجه لها ديريفيشن ولها اثبات بس عامه يعني السكسيسيف روتيشنز ار اديتيف اديتيف يعني لو انت عملت آه عملت روتيشن من زاويه 30 وبعدين عملت روتيشن من زاويه 60 ده معناه ان انت عملت روتيشن من زاويه 90 من بتجمع الزوايا بيبقى كوزين ثيتا 1 زائد ثيتا 2 سالب ثيتا 1 زائد ثيتا 2 بعدين ساين لها اثبات اوكي مش عارفه يديني مثال ولا لا اديني مثال طب كويس هو هنا بيقول لي جيفن ذا بوينت 2 و2 زين فولد باي 45 ديجريز روتيشن كاونتر كلوك وايز وبعد هو فين اول واحده افتر uh, ابلاينج 90 ديجريز روتيشن كلوك وايز عايز يعمل روتيشن uh, مع عقارب الساعه uh, بمقدار 90 وبعدها يعمل روتيشن uh, بمقدار 45 درجه عكس عقارب الساعه وات از ذا فاليو اوف الاكس 1 والاكس 2 الاكس بار والواي بار هنا اكس واي اكس بار واي بار واحد وهنا الاكس الجديده والواي الجديده اللي هي 2 و2 ويعمل هنا الترانسفورميشن ماتريكس اللي فيها كوساين سيتا 1 زائد سيتا 2 وهنا ساين سيتا 1 زائد سيتا 2 وهنا مش عارفه ايه كده فهل 1 وسيتا 2 كام المفروض لو هو بيمشي مع بيمشي عكس عقارب الساعه فالزاويه اللي هو قايلها لي بتكون هي هي أه سيتا 2 ب 45 طب لو ماشي مع عقارب الساعه بيبقى دي بالسالب يبقى سالب 90 أجمعهم على بعض سالب 90 زائد 45 يديني سالب 45 يبقى كوزين سالب 45 ساين سالب ساين سالب 45 ساين سالب, سالب, سالب 45 كوزين سالب 45 أشوفها على الآلة ويطلع لي واحد على جذر 2 وواحد على جذر 2 وهكذا أضرب وأجمع يطلع لي الإكس كده ب 4 على جذر 2 والواي كده بصفر تمام؟ أه إن أنا أعمل روتيشن حوالين الزيرو بيبقى بيبقى ال ال اللي اديها لي او الدرجه اللي اديها لي هي هيها لو عملت روتيشن عكس عارف الساعه بيبقى الدرجه اللي اديها لي هي هيها لكن لو قال لي مع عارف الساعه بيبقى باخد سالب الحاجه اللي هو قالها اوكي طب لو بعمل سكسيسيف سكيلنج طبعا برضو السكيلينج يعتبر ملتبليكيتف uh, يعني ايه عملت سكيلينج ادي الديريفيشن اهو لو معايا ماتريكس بتعمل سكيلينج باس اكس 1 واس واي 1 وضربتها في ماتريكس بعدها يعني ان انا عملت ده الاول وبعدين دي اس اكس 2 والواي واس واي 2 وبعدين اس اكس 3 واس واي 3 هي هياها لو في الاخر عملت ماتريكس واحده فيها اس اكس 1 زائد اس اكس 2 زائد اس اكس 3 وهنا اس واي 1 زائد اس واي 2 زائد اس واي 3 فاهمين حاجه؟ يعني لو انا عملت ثلاثه ماتريسيز هي هي لو عملت ماتريكس واحده بس خليت كل الكوفيشنز مالها اللي في اتجاه الاس كلهم مضروبين واللي في اتجاه الواي كلهم مضروبين يبقى اس اكس واحد في اس إكس في اس اكس تلاته وهنا سكيلينج في الواي 1 وسكيلينج في الواي 2 وسكيلينج في الواي 3 كلهم مضروب في بعض اوكي طيب هنا ناخد مثال بيقول لي جيفن ذا بوينت 3 4 3 4 1 وهنا اكس جدا ده واي applying ده 1 افتر ابلاينج سكيلنج ويس فاكتور 1 و2 نص ونص وات ويل بي ذا فاليو اوف اكس بار واي بار طيب بنضربهم في بعض واحد هضربها في نص هتبقى بنص اتنين هضربها في نص هتبقى بواحد فدي الاس اكس الجديدة ودي الواي واي اس واي الجديدة نضرب الاثنين في بعض اللي هي السكيلينج في اتجاه الاكس هنا والسكيلينج في اتجاه الاكس هيضربه في بعض يديني دي وهكذا طيب هو هنا بيقول لك ان الشيرنج بقى لو عايز تعمل سكسيسيف شيرنج الشيرنج مش كوميتيتيف هو عامه ضرب الماتريسيز الملتيبيليكيشن مش 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 يعني ما ينفعش يدي تضرب في دي تبقى هي هي دي في دي يعني تعكس يعني أه بس عامه وهنا بيثبت لك ان افرض انت كنت بتعمل شيرينج في اتجاه الاكس ايه وشيرينج في اتجاه الواي ببي طبعاً دي كانت بصفر ودي بصفر ضربت وجمعت هيطلع لك 1 زائد اي بي وهنا اي وبي طيب لو عكست الماتريسيس بقت البي هنا والاي هنا اضرب واتجمع يطلع لك هنا واحد وهنا A وB وهنا A, -A واحد واحد زائد 2 زائد AB. الماتريكس دي مش هي هي دي تمام؟ طيب فواضح انك لما بتعمل شيرنج مفيش حاجه اسمها يعني additive او multipliative يعني السكيلنج الترانسليشن additive يعني ينفع اقول Tx1 زائد Tx2. الروتيشن اديتيف يعني ينفع uh, يعني اقول كوزين زيتا زائد كوزين زيتا 1 زائد كوزين زيتا 2 لكن السكيلنج ملتبليكاتيف يعني بقول اس اكس 1 مضروبه في اس اكس 2 الشيرنج ما لهاش رول ما ينفعش نجمع الحاجات مع بعض ولا اي حاجه بتعمل دي لوحدها وبعدين دي لوحدها في حاجه ثانيه اسمها انفرس ترانسفورميشن لو انا جيت قلت لك ان 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 النقطه دي النقطه 5 و2 دي نقطة جديدة أنا كنت عمل لها ترانسليشن باتنين واتنين هي كانت كام؟ فهتروح جاي النقطة اللي هي قدامك دي وتطرح منها اتنين واتنين تطرح منها اتنين واتنين لأن أنت بتقول أنا كنت أعمل لها ترانسليشن باتنين واتنين رجعها لي لأصلها كان كام؟ يعني أنا كان عندي نقطة هنا نقطة هنا مثلا في الإحداثيات أهي نقطة كانت هنا عملت لها ترانسليشن بقت هنا هو بقى بيقول لك ايه؟ دي النقطة اسمها مثلا 5 و2. تمام؟ ودي الاكس الاكس دي هو مش عارفها، يعني ما قالكش القديمة كانت كام. بس قايل لك أنا عامل ترانسليشن لدي بمقدار قد إيه؟ كام في الاكس وكم في الواي؟ ولنفرض مثلا 2 و2. أنا كنت عامل لها ترانسليشن بـ 2 و2. يبقى الاكس القديمة دي أو الاكس دي بكام؟ ساعتها بعمل حاجة اسمها انفرس ترانسفورميشن أو انفرس ترانسليشن. إن أنا بخلي الخمسة واتنين مش بجمع عليها اتنين بطرح منها اتنين خلي أقول دي تلاتة عشان مثلا ما يتلخبطش. بخمسة ناقص اتنين اللي هي خمسة دي نطرح منها دي، وبعدين هقول تلاتة ناقص اتنين اللي هي تلاتة دي هطرح منها الاتنين دي هيديني مثلا خمسة ناقص اتنين هيديني تلاتة، و ناقص اثنين واحد، يبقى نقطة اسمها تلاتة واحد أجي هنا دي اسمها تلاتة. واحد من حاجه يعني هو ممكن يديني النقطه بعد الترانسفورميشن ويقول لي طب هي قبل الترانسفورميشن كانت ايه ففي حاجه اسمها انفرس ترانسفورميشن لو انت ترانسليشن وعايز تجيب الانفرس ترانسليشن ده معناه ان التي سالب اكس السالب تي اكس والتي سالب واي طيب الروتيشن لو عايز تجيب الانفرس ترانسليشن لو جاب لك اوبجكت وقال لك الاوبجكت اللي قدامك ده اللي انت شايفه ده انا كنت اعمل له روتيشن أنا كنت عامل له روتيشن بزاوية مثلا 90، يبقى أنت هتعمل له إيه؟ هتروح عامل له روتيشن بزاوية سالب 90، تعكس عشان ترجعه للأصل اللي كان قبل كده، زي ما إحنا عملنا هنا. السكيلينج، لو قلت لك الأوبجكت اللي أنت شايفه ده، ده أوبجكت أه بس أنا كنت عامل له سكيلينج، ده الأوبجكت اللي أنت شايفه ده الأوبجكت بعد السكيل؟ طب هو كان قبل السكيل عامل إزاي؟ زي ما كنت في السكيل بتضرب هنا هتخليه واحد على اس اكس وواحد على اس واي بتعكس العملية، تمام؟ هيروح مديك هو كان قبل السكيلنج عامل ازاي اوكي طيب لو عايز تحطها على هيئه ماتريكس فانت عندك الانفرس ترانسليشن عباره عن سالب تي اكس سالب تي واي والروتيشن كوزين ساين سالب ساين كوزين آه مختلفه شويه لان الكوزاين سيتا هي هي كوزين سالب سيتا المفروض احط هنا كوزين سالب سيتا آه سالب ساين سالب سيتا يعني احط نفس الرول بتاع الروتيشن الرول آه آه بتاع الترانسفورميشن بتاع الروتيشن آه واحط هنا سالب واحط هنا موجب بس احط سيتا بسالب سالب سيتا فان جنرال يعني كوزاين سيتا هي هي كوزين سالب سيتا عشان كده حط كوزين سيتا والسالب ساين سالب سيتا هي ياها أه... ساين سيتا والساين سالب سيتا هي سالب ساين سيتا والكوزين سالب سيتا هي كوزين سيتا اي هوب يعني الكلام بقى واضح طيب عايز اعمل سكيل اسمه ايه ده إدار... انفرس سكيلنج يبقى واحد على اس اكس واحد على الصور واي هو بيروح قايل لك ان الاوبجكت اللي قدامك انا كنت عامل له سكيلنج ب 3 و4 يبقى تعمل ايه عكس السكيلنج اللي هو واحد على 3 وواحد على 4 ده شيء عظيم بقى في معلومات ثانيه خاصه بالروتيشن ما كناش قلناها في الفيديو الاولاني وهو ان ال الروتيشن لو عايز تعملها الانفرس لسه قايلنا من شويه معلش الانفرس بتاع الروتيشن هو هو كانك بتعمل روتيشن بسالب الزاويه تمام طيب الانفرس بتاع الروتيشن هو هو الترانسفورميشن الترانسبوز بتاع الماتريكس بتاع الايه ال اسمها ايه بتاع الروتيشن خلينا بس ايه معاك واحده واحده معايا الماتريكس بتاع الروتيشن اااا uh, r θ بكذا. جيب الترانسبوز يعني اعكس لي كل سالب السل... كل الروس كلهم كلهم زي ده حطه كده. كوزاين سين زيرو. يبقى كوزين سالب ساين 0 يبقى كوزين سالب ساين 0. وده حطه كده، اللي هو ساين كوزين 0 هيبقى ساين كوزين 0. وبعدين 0 0 1 خليها كده، فالصفر فالصفر 0 1. فده الترانسبوز بتاع الماتريكس اللي لو عملت روتيشن ب θ، الترانسبوز بتاعها هو ده. طيب لو انت عملت روتيشن بسالب سيتا. هيبقى كوزين سالب سيتا سالب ساين سالب سيتا ساين سالب سيتا كوزين سالب سيتا لو اختصرتها شوية اللي هي كوزين سالب سيتا تبقى كوزين سيتا جربها على الآلة وأي زاوية يعني كوزين سالب أي زاوية هي هي كوزين الزاوية نفسها سالب ساين سالب سيتا هي هي ساين سيتا وساين سالب سيتا بيساوي سالب ساين سيتا وكوزين سالب سيتا بتساوي كوزين سيتا بص على دي وبص على دي هتلاقي ان ان الروتيشن بسيتا ترانسبوز هو هو الروتيشن بسالب سيتا ده اللي هو بيقول عليه يعني روتيشن اه اه روتيشن انفرس سيتا يعني روتيشن بسالب سيتا بيساوي روتيشن ترانسبوز يعني يمكن يقابلنا في اي مساله ويبقى تمام اه لو لو عملت روتيشن بفاي وبعدين روتيشن بسيتا هي هياها روتيشن بفاي زائد سيتا زي, زي, زي ما احنا قلنا من شويه وروتيشن بسيتا مضروبه في روتيشن فاي هي روتيشن بفاي مضروبه في روتيشن سيتا بس لو كل الاثنين دول روتيشن حوالين نفس النقطه ده بيروتيت حوالين النقطه مثلا الاصل ودي الاصل يبقى تمام دي حاله خاصه يعني غير كده المفروض ان الترتيب يفرق لو حصلت حصل وعملت روتيشن بزاويه زيرو يبقى انت كده بتجيب الايدنتيتي ماتريكس حاول كده تبص على الاكس الجديد بتساوي مش عارفة إيه ماتريكس في الإكس القديم الإكس الجديدة دي اللي هي كوزين زيرو ساين زيرو بس دي سالب ودي ساين زيرو ودي كوزين زيرو وهنا صفر صفر واحد صفر صفر كوزين زيرو بواحد سالب ساين زيرو مش عارفة إيه بصفر هنا صفر هتلاقي عامل لك كده ماتريكس ايدنتيتي اللي هي كلها diagonal بتاعها diagonal بتاعها كله واحد صفر صفر واحد عشان كده لك ان انت لو عملت روتيشن بزاويه زي بزاويه زيرو كانك بتكون identity ماتريكس اوكي اوكي طيب لو عايز اعمل روتيشن حوالين الاكس والواي والزد طبعا ال ال اللي انا هقوله ده له دريفيشنز كتيره بس خلينا بس انا بعمل روتيشن حوالين الاكس ااا أه... طبعا لو انا جيت قلت روتيشن حوالين الزد والاكس والواي ده معناه ان انا دلوقتي 3 دي اكس واي زد مش اكس واي بس ده في زد فإكس واي زد فعندك اكس واي زد واحد زي ما قلنا نعمل فوق اربعه في اربعه وهنا كلام كتير وبعدين اكس واي زد واحد اكس واي زد واحد اكس واي زد واحد طيب عايزه اشوف الماتريكس بتاع الروتيشن حوالين الزد هتشوف الزد ال ال طبعا ده اكس واي زد شوف الحاجه اللي قصاد الزد هتخلي اكس واي زد وهنا اكس واي زد ده هتخليه بواحد والصف بتاعه رايح جاي كله صفار غير دي بس وبعدين اللي فاضل من هنا من الإكس واي هتحطه زي ما احنا عارفين تمام هتيجي هنا عند ال عند الواي مثلا عند الواي روتي سوري روتي... روتيت حوالين الإكس هتخلي الإكس بواحد هنا صفار وهنا صفار وبعدين تيجي جوه دول تعمل إيه؟ تكتب الحاجة اللي إحنا اتفقنا كوزين سالب ساين سين كوزين في مين؟ في الواي والزد تمام؟ آه هنا بقى في الواي هتخلي برضه الواي بواحد وهنا صفار وحيد وهنا صفار قصدي و... صفار كله صفار ودي بس اللي بواحد اللي هي الواي آه وبعدين الإكس هتبقى الحاجات اللي إحنا متفقين عليها اختلاف بس دي هتبقى سالب ودي هتبقى يعني دي هتبقى موجب ودي هتبقى سالب دي ممكن توضح اكتر في ال 3 d ترانسفورميشن بس ان جنرال يعني اللي عايز تعمل روتيشن في حاجه اسمها روتيشن حوالين الاكس والواي والزد طيب لو بيقول لي بقى روتيت حوالين نقطة لو حصل ان جنرال احنا اللي احنا بنعمله واللي اتعودنا عليه ده من غير ما نوضح هو روتيشن حوالين نقطه الاصل فافرض ان ان الاوبجكت موجود في مكان وعايز اقول له روتيت حوالين نقطه معينه فاللي يحصل ان انا بيبقى معايا اوبجكت وهو الاوبجكت ده اصلا مش موجود عند نقطه الاصل تمام مش موجود عند نقطه الاصل بعمل له ايه بعمل له ترانسليت تو اوريجين بخلي الاوبجكت ده يوصل للاوريجين وبعدين بروتيت الروتيت اللي انا عايزاه وبعدين برجعه تاني بنفس القيمه اللي انا عملتها يعني احتجت كام عشان اوصل للصفر الصفر احتجت مثلا 2 و2 بعمل روتيشن وبعدين ارجعه تاني 2 و2 هيطلع هنا تمام يبقى انا كده عايزه اروتيت حوالين نقطه معينه بعمل ترانسليت روتيت ترانسليت وترانسليت ليه للأورجن. فبتبقى الماتريكس عباره عن آآ... ترانسليت سالب سي وبعدين بروتيت بالفا وبعدين ترانسليت بسي يعني بتروتيت بحاجه وبعدين بتيجي تعكسها هنا طيب انا اعتقد يا ريت يكون في مثال افضل بس مش عارف حسنا مش مثال مثال يا ريت والله كويس جدا طيب هو ده بيشرحها تاني يعني بيقول لك ان انت آه الـ الـ الماتريكس بتاعتك هيبقى هنا سالب تي اكس سالب تي واي وهنا تعمل روتيشن عادي بعدين هتبقى اكس واي آه تي اكس وتي واي تمام نشوف مثال احسن لو هنا بيقول لي روتيت الترينجل اباوت ذا بيفوت بوينت سالب 2 و2 النقطه دي انا عايزه روتيت حواليها فالاحداثيات عباره عن صفر وصفر اثنين واثنين اربعه واثنين عايزه اعمل ايه؟ فالاول بترانسليت بعكس النقطه دي يعني بترانسليت و واثنين خلاص؟ فهجمع على الصفر وصفر اثنين واثنين هيبقى اتنين واثنين الاثنين واثنين هجمع عليها اثنين واثنين هتبقى اربعه واربعه اربعه واثنين هجمع عليها اثنين واثنين هتبقى كام؟ سته واربعه تمام بعدين اعمل روتيت بالزاويه اللي قال عليها معرفش ايه اللي ولا لا تقريبا 45 روتيت ذا سيم بوينت ممكن يكون لي تمام فهعمل الماتريكس بتاع روتيشن واعتمد بقى على النقط دي عايز اجيب الايج ده والبيج ده احط النقطه دي 2 2 وبعدين أربعة 4, 4 وبعدين ستة 4 انا كده بعتمد على اللي قبلي لان انا الحاجات بتحصل الترتيب اوريجينال وبعدين بعمل ترانسليشن ترانسليت وبعدين بعمل روتيت. الروتيت هتعتمد على الناتج بتاع الترانسليت فاللي هو 2 و 2 و 4 و 4 6 و 4. اضرب واجمع يطلع لي 0 2 جذر 2 0 4 جذر والارقام دي طيب اللي هو جذر اتنين خمسة جذر اتنين دي النقطة الجديدة برجع بقى أعمل ترانسليت تاني للترتيب كده ترانسليت روتيت ترانسليت بس أنا وأنا بطرنسليت هنا وأنا بترانسليت هنا بترانسليت بعكس النقطة هنا هترانسليت بالنقطة عشان كده بقول لك هنا إيه ترانسليت سالب سي وبعدين ترانسليت سي ترانسليت بعكس النقطة اللي عندك وبعدين بترانسليت بالنقطة فتيجي هنا ترانسليت ب2 فاجمع على دي آه... النقطة النقطة دي اللي هو صفر ناقص اتنين هيبقى ناقص اتنين وبعدين اتنين جذر اتنين ناقص اتنين هيبقى اتنين جذر اتنين ناقص اتنين دي النقطة الجديدة وبعد كده باجي عند النقطة دي أه، بعملها ترانسليشن بسالب اتنين وسالب اتنين يبقى سالب اتنين و اربعة جذر اتنين ناقص اتنين والنقطة دي فين دي اللي هي دي جذر اتنين على مش عارفة أه، خمسة جذر اتنين اعمل لها بسالب اتنين وسالب اتنين اللي هو اللي هو جذر اتنين ناقص اتنين ودي خمسة جذر اتنين ناقص اتنين تمام أتمنى الدنيا تبقى واضحة، لو عايزة أتر... أروتيت حوالين نقطة معينة بعمل ترانسليشن عكس بعكس قيمة النقطة دي وبعدين بروتيت عادي وبعدين برجع أترانسليت بنفس قيمة النقطة تاني أه... هتلاقي إن أنا عملت روتيشن حوالين النقطة نفسها. طبعاً اللي هو الشكل ده بيوضح يعني تمام؟ هو هنا هو برضو لو أنت عندك نقطة دي وبيقول لك روتيت حوالين النقطة دي، فأنا هجيب الأوبجكت ده أحطه هنا وبعدين اهو نقلته وبعدين نعمل له روتيت عملت روتيت وبعدين اخده زي ما هو كده وانقله تاني بعيد بقى كده كاني نقلته كاني عملت روتيشن حوالين النقطه دي اهو روتيشن اوكي في بعد كده حاجه اسمها بروتيت حوالين اكسس معين غير الاكس والاي والزد اللي هو مثلا بيكون متوازي للاكس او موازي للزد او موازي للواي طبعا دي برضو لها طريقه بس يعني مؤذيه شويه يعني آه اللي بيحصل ان انت بتعمل ترانسليشن بترانسليت النقطه دي للنقطه للاوريجن لل لل وبعدين بتعمل انت بتشوف هو بارل الايه بارل للزد مثلا فبتروح فبت عامل روتيشن حوالين الاكس هنا هو روتيشن حوالين الاكس روتيشن حوالين الواي بعدين تعمل روتيشن بتاع الزد اللي هو قال لك عليه وبعدين تعمل عكس روتيشن عكس روتيشن عكس الترانسليشن طبعا هو ديبت او موضوع كبير بس دي يعني الفكرة العامة يعني هنا ترانسليت تو ذا origin وبعدين روتيت حوالين الاكس ال ال او الحاجات الناقصة وبعدين بروتيت الاوبجكت حوالين الاكسس اللي هو قال عليه اللي هو الزد وبعدين بترانسليت باك يعني انا عايزة اروتيت حوالين الزد خلاص فبروتيت حوالين الواي وحوالين الاكس وبعدين ارجع تاني اروتيت حوالين الواي وبعدين الاكس يعني هنا اكس واي هيبقى واي اكس طيب طبعا ده تفاصيل بتاع الحاجة يعني طيب لو عايز اعمل سكيلينج وذ ريسبكت تو افيكس بوينت عايز اعمل سكيلينج حوالين نقطة نفس الفكرة آه بعمل ترانسليت الاوريجن بنقل الأوبجكت للأوريجن وبعدين بعمله سكيلينج زي ما أنا عايزة وبعدين برجع أرجعه تاني آه بالعملية العكسية لو عملت ترانسليت هو بيقول لك فيكس بوينت فور بوينت مثلا اتنين واتنين بنكتب يعني سالب اتنين وسالب اتنين وبعدين اكتب هنا 2 و2 يعني النقطه نفسها بكتبها في الاول بالسالب زي قلنا تي سي كويس جدا دي امثله بقى على كل الموضوع سواء كنا اللي خدناه قبل كده او المره دي بيقول لي ايه بيقول لي روتيت بوينت بي باي انجل 50 زين سكيل ات تو ذا دبل هوريزونتلي زين روتيت ترانسليت ات 10 بوينتس تو ذا بوتوم انا معايا النقطه بعمل لها روتيشن ب 90 ب 50 فبعمل الماتريكس بتاع روتيشن بخمسين شوف الماتريكس اللي هي كوزين سالب ساين وكده بعمل روتيشن بخمسين. بعدين سكيل ات تو ذا دبل يعني هوريزونتلي دي يعني كده يعني اعمل لها سكيلنج ضعف في حاله الايه بالنسبه للاكس فهعمل الاكس الاس اكس تبقى ب 2 والاس واي تبقى زي ما هي تبقى بواحد. خلاص مش هيتغير يعني وبعدين هنا بيقول لي ترانسليت ات 10 بوينت تو ذا بوتوم يعني عايزه اعمل لها ترانسليشن اعمل ترانزيشن ماتريكس بس تو ذا بوتوم بوتوم يعني ايه يعني الاوبجكت موجود في حاله عادي خالص اهو ماشي كده معايا ادي الاكس وادي الواي والاوبجكت موجود هنا وانا عايز انقله هنا تو ذا بوتوم يعني انزله تحت وعملت ايه غيرت في الواي صح فبيقول لي اعملوا لي 10 نقط للبوتوم يعني خلي الواي ال 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 بتاعتي هي اللي اللي ب 10 والاكس بصفر مش هغير حاجه في الاكس هخلي الاوبجكت ينزل زي ما هو فيبقى مثلا لو النقطه دي 2 و2 و10 هتبقى 2 وسالب 10 مثلا او يعني المهم يعني الاكس هيفضل زي ما هي ليه بقى سالب؟ لانه بيقول لي ذا بوتوم يعني انا بنزل لتحت يبقى بنقص صح؟ فيبقى معايا القيمه اللي اديها لي هخليها بالسالب اللي هو بوتوم لو قال لي توب هحطها بالموجب Uh, فعندي توب uh, uh, وبوتوم يبقى اغير في الاكس uh, اغير في الواي ليفت ورايت اغير في الايه في الاكس ده ترانسليشن دي بقى ماتريكس يعني هي اتمنى طبعا احنا فاهمين يعني ايه اس 2 و1 وار 50 ومش عارفه ترانسليشن كذا طيب هنا بيقول لي روتيت بوينت بي باي انجل 40 ديجريز اراوند بوينت كذا هو اداني بوينت 3 و4 يبقى البوينت عامل لها ترانسليشن بعكس اشارتها اللي سالب 3 وسالب 4 بعدين اعمل روتيشن ب 40 بعدين ارجع من الترانسليشن ب 3 و 4 واضح؟ تمام هنا بيقول لي روتيت بوينت بي باي انجل 50 ديجريز زين روتيت ات باي انجل سالب 60 احنا طبعا عرفنا ان في حاجه اسمها سكسيسيف روتيشن ان انا ممكن اجمع الزوايا على طول بعدين بيقول لك سكيل ات تو ذا هاف فيرتيكالي يعني ااا يعني اعمل لها سكيلينج يعني كبرها او صغرها بس للنص فيرتيكالي فيرتيكال Vertical اللي هو كده يعني الاوبجكت هيبقى كان كده هخليه نفس كده بس ايه كده اصغره يعني اصغره أه بس اصغره في ايه اصغره في اتجاه الواي يعني الاكس زي ما هي مش هعمل اس اكس خالص هعمل اس واي فالاس اكس بتاعتها تبقى بواحد لان مش مش في اتجاه الاكس والسكيل في اتجاه الواي يبقى في نص فالماتريكس بتاعتي تبقى عندي نقطه هعمل روتيشن ب 50 وبعدين روتيشن بسالب 60 وبعدين سكيلينج بواحد ونص واحد لان الاس اكس مش هيتغير نص لان هو بيقول لي راسي للنص يبقى نص فراس ده اللي هو الواي يبقى نص هنا عندي روتيشن في خم... قبل ما اعملها على طول اقول ان انا عارفه ان في حاجه اسمها سكسيف روتيشن وان الروتيشن 50 وبعدين الروتيشن سالب 60 كاني بجمعهم اللي هو اللي هو روتيشن ايه؟ سالب 10 يبقى عندي النقطه روتيشن سالب 10 بعدين 10 سكيلينج واحد ونص طيب الناس بقى ممكن تغلط في ايه ان بيقول لي روتيت البوينت بي باي انجل 20 حوالين نقطه معينه وبعدين اعمل لها روتيشن بسالب 50 حوالين نقطه ثانيه طبعا انا ما ينفعش اجمع ال 50 مع ال 20 لان هو بيقول لي حوالين نقطه معينه واصلا كمان طلع غير لي النقطه فهيبقى معايا نقطه دي 65 هعمل ترانسليشن بسالب 5 وسالب 6 روتيت ب 20 هعمل ترانسليت ب 65 تمام خلصت بقى كل ده كون لي بوينت جديده هعمل ايه في البوينت الجديده دي أعمل لها ترانسليشن بسالب سبعة وسالب تلاتة وسالب سبعة، بعدين أروتيت بسالب خمسين، بعدين أعمل ترانسليت بسالب تلاتة بسبعة. واضح؟ هي المشكلة بس أو اللي هيبسط الدنيا دي زمهية زمهية. بروتيش... آه, إن دي هتفضل ال... زي ودي زي ما دول سكسيسيف روتيشن ممكن أجمعهم لأن السكسيسيف روتيشن يعتبر قديم. ممكن أعمل سالب تلاتة أجمعها مع الخمسة يدّي لي سالب آه, يدّي لي اتنين، والسالب سبعة أجمعها مع ستة يدّيني آه... يديني مش لو جمعناها يديني سالب واحد انا اتهيأ المفروض لو دي مع دي يديني سالب واحد المفروض دي سالب واحد تمام؟ واسيب دي ودي مفيش مفيش مش هينفع ابسط حاجه يعني سؤال كمان آه... ماشي بيقول لي آه... اعمل روتيشن بتسعين للتراينجل ده يعني كل النقط أه حوالين الاورجن طبعا حوالين الاورجن دي اللي احنا عارفينها اللي هو بي روتيشن 90 اعمل المتجر بتاع الروتيشن قول لي اباوت ذا بوينت طالما دي سالب 2 و2 يبقى انا اخليها 2 و... سالب 2 و1 اخليها 2 و1 يبقى النقطه بعدين اعمل لها ترانسليشن 2 و1 بعدين اعمل روتيشن بعدين اعمل ترانزليشن ثاني سالب 2 و1 في نفس النقطه يعني سالب 2 و1 طيب لو انا عايزه اعمل اباوت ذا ترانجل سنترويد عايزه اعمل روتيشن حوالين نقطه ثانيه بس هو مش قايلها لي صراحه قال لي احسبيها انت اللي هي ايه اللي هي نص النقطه اللي هي في قلب المثلث النقطه في المثلث اللي هي تجمع ده صفر مع اتنين مع خمسه يديك خمسه واتنين سبعه سبعه على سبعه على التلاته النقطه يبقى اسمها سبعه على التلاته و سبعه على كم يعني وبعدين صفر وواحد واربعه اللي هي خمسه خمسه على التلاتة. دي النقطه اللي هو قصده عليها فلو انا عايز اعمل لو انا يعني مش مهتم اعرف 7 3 بكام و5 3 بكام فهعمل ايه بي وبعدين ترانسليت بسالب 7 3 وسالب 5 3 بعدين روتيت بعدين ترانسليت ب 7 3 و5 3 تمام هنا هنا بيقول لي ماجنيفايد ترانجل و وفيرتيسيز طبعا اللي انا بعمله ده ده وده وده اعمله على النقطه الاولانيه وده وده اعمله على النقطه الثانيه وهكذا يعني انا كل ده بنفذ على نقطه واحده اعملها على ما بيدي نقطه جنرال اطبقها على دي ودي ودي هنا بيقول لي magnify the triangle with vertices 1 و1، 2 و3 و7 و3، 2 twice its size while keeping النقطة دي كذا، fix اه الحاجة دي كنا خدناها من شوية بس إيه؟ اه ممكن يكون ما ركدناش عليها. هو هنا بقى بيقول لي magnify يعني كبر. الـ ال عندي 3 vertices، افرض إن أنت النقطة دي يعني هي نقطة إيه مثلاً؟ أنت معاك النقطة إيه؟ طالما بيقول لي اعمل سكيلنج تويس يعني النقطه 2 و2 تويس سايز يعني تعمل سكيلنج في الضعف في الاكس والضعف في الواي لانك انت بت, بت... بت... Twice يعني نعملها مرتين يعني مش مش مرتين يعني بتكبرها في الاتجاهين بحيث انها تبقى تكبر قد حجمها مرتين انه هو التويس سايز ضعف حجمها وحجمها ده هيبقى 2 و2 طيب فانا عندي نقطه واعمل لها سكيلنج بس علشان علشان اخلي نقطة معينة ثابتة ما تتغيرش اضطر ان انا اعمل ترانسليشن للنقطة دي بالسالب وبعدين ترانسليشن ليها بالموجب هتلاقي النقطة في الاخر معينة فضلت ثابتة زي ما هي وكل حاجة حصل لها سكيلنج عادي تمام آه ده كان باقي المحاضرة بتاعة الترانسليشن اي هو الدنيا تبقى واضحة اكتر خد يعني ايه هوموجينيوس هوموجينيوس آه 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 كورديس بعدين خدنا يعني ايه كومبوزيت ترانسفورميشن بعدين يعني أخدنا Inverse Transformation أو Successive Transformation، وبعدين ال Inverse، وبعدين خدنا تفاصيل أكتر عن ال Rotation وشوية أمثلة، أوكي؟ خلينا نتقابل إن شاء الله المحاضرة الجاية.